اللي بيفكر وبيحكم عقله ما بتجرأ يضرب رصاصة على بني آدم من لحم ودم. ولك بيكفينا الشباب اللي راح. جاي جاي. يا طيب مين عم يدق؟ شو في يا مو؟ مين على الباب؟ ما بعرف. خير ابو نشار؟ شو في؟ شو رايك يعني؟ مشان شو جايين لعندك بهالوقت؟ بدنا نفتش البيت خود طريق ورح ناخذ معنا شكري موجودا. وليش بدكم تفتشوا البيت؟ بعدين شكري شو عامل؟ كأنك عايش برات الحارة ابو رمزي. خود طريق بدنا نفتش البيت، احسن ما افوت بالقوة. ها؟ لحظة، لحظة بس. لحظة واحدة بس. جماعة الكراكون برا وبدهم يفتشوا البيت وبدهم اياك. يا اكيد شاكين فيك بالقواص على محجوب. من وين بدي اقوص على محجوب؟ ليش انا من اللي السلاح لاقوص عليه؟ يا خوفي تكون ورا هالعمله. فوتوا انت وياه على الغرفه. لك من له سلاح ليش ليشكوا فيه؟ هلا مو وقت الحكي، الله يستر. يا الله ايمتى نخلص من هالمشاكل؟ يا الله يا الله يا الله يا الله. تفضلوا. ساكر فتشوا الأوض كلها ما عدا غرفة الحريم. بلاها غرفة الحريم، فتشوا الدار كلها. لا شكري انت مقوش على محجوب. شو هالحكي هذا ابو منشار؟ هيك بتتهموا العالم عمال على بطال؟ بعدين عدم مؤاخذة انا كنت بالقهوة ومنلي السلاح لحتى اغوص على محجوب. هلا بالكراكون بنعرف اش كان انت مقوص على محجوب ولا لا؟ واش كان معك سلاح ولا ما معك سلاح؟ ولا شو الكراكون؟ ليكني عم نحكي هون امورنا رواق وانا ما عم بحكي معك غير الصدق، الله شهيد على كلامي. شو هالحكي؟ واثق من نفسك والله. ما بقى غير عللك رتبة عسكرية على كتافك. ما علينا شيء سيدي. شو هالحكي؟ بهالساعة ما لقيتوا شيء؟ القوات كلها دورتوا فيها؟ عساكر خذوه. لا ابو طولوا بالكم. ابو نشار بلاها روحة الكراكون. ابو رمزي اسكت احسن ما اشحطك معه. ها خذوه. خلصنا ابو نشار. روح روح اسحبوا لجوه. شو يا بنتي طمنيني ان شاء الله مشي الحال. مشي الحال، طالعنا له الرصاصه وخف الوجع عنه شوي، لازم يضل عنا للصبح مشان يرتاح. لا دكتوره ناخذه على البيت شنو ما بدنا حدا يشوفه عندكم. هو المفروض يضل عنا للصبح مشان صحته، بس اذا كان بدكم تطالعوه مشان اسباب ثانيه تصرفوا. خلص برتاح ببيته ويعطيك الف عافيه. الله يرضى عليك يا بنتي، مثل ما بيقول عمك ابو عزام بيصير. ايه بامركم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ساعدونا شباب يلا ساعدونا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اعترفوا له اعترفوا له. مين اللي أوصل محشوب؟ خلص يا بشار خلص خلص. رح بحكي احكي لي. شوف سمعانك. أنا أوصل محجوب. من وين جبت السلاح؟ احكي له. السلاح عندي اياه من زمان. ومن امتى؟ وين موجود؟ اشتريته من زمان من واحد برا الحاره ودافنه بحوض الزريعة عندي بالبيت. ايوه على كل رح اتاكد انا بنفسي. فكوه خليه يرتاح. الله ستر يا جماعه، الحمد لله اللي انتهت هيك على خير. تعرف مختار؟ لولا حلم الله كان هلا محجوب بالقبر وشكري كانت معلقه بشنقته. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا جماعه ما حلوه نترك محجوب لحاله وما في حدا عنده يدير باله عليه. يا عمي بسام ايش كان ما عندك مانع؟
شو رايك تبقى معه الليلة؟ تساعده ويمكن يلزمه شي بهالليل. معلوم عمي أبو عزة، أنا أصلاً هيك كنت مقرر أرجع لعنده، مشان هيك تركت مفتاح بيته معي. إيه يا عمي، تكسب أجره ثواب. الأصول أصول عمي أبو عزة، بس خبر الوالد إن الليلة رح بات عند محجوب معيتك. أصلي يا بسام، رح خبرهم ويجزيك كل خير يا رب. الله يسلمك، السلام عليكم. بدك مني شي زعيم؟ يا عمي راتب، أنت اللي عملته اليوم بيسوى عندي مال الدنيا كلها. لا يا عمي أبو عزام، أنا شو ما عملت بضل مقصر، أنتم فضلين. فضل الله عمي. ما قلت لي أنت وين عم تنام هالأيام؟ لا تاكل همي عمي أبو عزام، عم نام بالإززي. بدك ما تأخذنا عمي، حقك علينا، نحن قصرنا معك. إن شاء الله أنا رح أشوف الدلال وقل له يلاقي لك بيت بأسرع ما يمكن. ما بتقصر مختار، كل عملك تفضل. تصبحوا على خير. وانت من اهله، مع السلامه يا ابني. تفضل اخي ابو عزام. فتش حوض سريع هذاك، انكتوا نكت، خليه يشوف ابو رمزي بعينه. لك شو دخل حوض سريع يا ابو نشار؟ لا تستعجل يا ابو رمزي، لا تستعجل، هلا رح تشوف بعينك، ساعتها رح اخذك معه. شنو انت ما تعرف تربي وعم تتستر عليه؟ انا ما بتستر على حدا، انا رجال ولي هيبتي. مو لتحفظ هيبتك بالأول أبو رمزي؟ شفت بعينك يا ابو رمزي؟ شفت؟ نعم. من وين اجى هاد؟ ابو شار، استر علي وعلى ابني ببوس ايدك. ايش كان بتبوس صباطي؟ ما راح استر عليك، والله لخليه تختخ بالحبوس والله. شو بدك مني؟ انا حاضر. شو؟ عم ترشيني كمان؟ ابو رمزي، هي التهمة لحالها بتوصلك على القلعة. امشي معي لشوف. خلاص بنتفهم، كل شيء له حل. لك لوين بدك توصل ابو رمزي؟ لوين؟ ما في خواص بلوب، راح تروح معي، يعني راح تروح معي. لحظة لحظة وراجع لك، وبدي اياك على انفراد. انتظروني برا انت وياه. إذا ابني راح يروح فيها وأنا راح أتبادل معه، عندك حلين، يا أما بتاخد هالذهبات يا أما بتاخدني محلون. شو قلت؟ كم ذهب يا دور؟ 10 ذهبات، يا بتاخدهم يا بتاخدني بداله. ماشي يا أبو رمزي، راح أتستر عليه، بس الفرد ما راح أرجع لك يا، راح خليه معي. وابنك رح نستضيفه عنا 3 أيام، شنو ما بدنا حدا يعرف انه نحن تواطأنا معكو. ماشي، المهم طالع لي ابني من الكراكون. مو على عيني يا ابو رمزي، هات الدهبات. 10 دهبات. المسكين شوي تاني كان مات بين ايدي. شكلك شفقانة عليه والله. ايه والله شفقانة عليه، شنو أنا عم أمله الرصاصة هو عم يبكي مثل الأولاد الصغار. يو، وعم يبكي من وجعه لما من شي تاني بقى؟ لا ما عم يبكي من وجعه. مجرم وقتال قتله، من شو بده يبكي؟ عم يبكي على أخته الهربانة. بلا شو؟ صحي أمي، نسيت أسألك، هلا أخته ليه هربت وقتها من بيت أهلها؟ شو بيعرفني ليش هربت؟ أنت كنت كتير صغيرة وقتها. إن شاء الله بلاقيها يا رب. أعوذ بالله، إن شاء الله ما بلاقيها. يا مو هذا إذا لقاها رح يقتلها فورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إذا هيك إن شاء الله ما بلاقيها. حسبي الله ونعم الوكيل بهيك عالم.
الله يصلحك يا شكري على هالعملة السودة اللي عملتها. لولا ستر الله كان شحطني معه وصفيته بلا رجال بالبيت. فضايل كله والله أحد. الله يسامحه، طايش طايش ماله عرفان الدنيا وين أخدته. أول مرة نزع عرس أخته، تاني مرة رح يروح حاله ويروحك معه. لك بس بدي أفهم من وين جاب السلاح وإمتى هالشي صار؟ عم يشتغل من قفا ظهري وما عم يحسب لقدام. لك هذا إمتى بده يقع؟ إمتى بده يقع الآن؟ من لما كان صغير طايش وعقله يابس وما بيسمع الكلمة، واللي فيه طبع ما بيغيره. الله يجيب العوائب سليمة ويرجع على البيت بخير وسلامة. والله والله إيش كان رجع وما راح يسمع كلمتي بهالبيت، ما عاد إله قعدة، وراح أقلعه من الدكانة وراح أتبرى منه ليوم الدين. سود لي وشي، سود لي وشي مع أبو عزام والعضوات، وهلا سواني قد النملة قدام جماعة الكراكون. طول بالك يا رجال لا يطلع منحكي. هلا أنا بطريقي رح مر على الكراكون شوف له زباشي قبل ما يتخذ أي إجراء ضده لمحجوب. قديشك واطي يا شكري؟ واطي وبس. والله عملته ما بتنزل لا بميزان ولا بأبان، يعني إذا كانوا جماعة الكراكون تركوا رب العالمين ما رح يتركوا. يا بي الكراكون بيعرف منيح إنه شكري ورا هي القصة وما في غيره. معقول لسه ما أخدوش إنه كان الوقت متأخر وما عرفنا؟ يا بي بس روح على الكراكو بعرف كل شيء. أبو عزام خطي ساعده لمحجوب، الزلمة ماله حدا، وأمه الله يرحمها كانت مرة درويشة وبنت حلال. يلا يا ستي إن شاء الله خير. إيش بعد اسمك شيء اتصل على الدكاني، إذا ما كنت أنا بيكون في عزام. إيه يلا السلام عليكم. الله معك يا تاج راسي. الله معك. عاوزة شيء تقبليني؟ لا حبيبي دير بالك على حالك، الله يرضى عليك وميسر أمورك، الله يبعد عنك ولاد الحرام. يعني ما كتير عم بفهم عليك، أنت شاكك بحدا؟ لا مالي شاكك بحدا، اللي عملها شكري ما في غيره. أنا برأيي إنك ما تظلمه، لأنه على حد علمي هو ما معه سلاح. اللي بده يعمل هيك عملة كبيرة يا بسام بيخفيها عن كل العالم، بيبقى خايف على حاله. وأنا ما رح بشتكي عليه، رح أسنحه بشكي لالله. هو بده ياخد بتار أخوه، بس ما عارف أني قضيت 15 سنة بالحبس وكان لسه قدامي كم سنة لو ما هربت من القلعة. شو بدي أعمل معه؟ شو بدي أعمل معه؟ لك محجوب أنت ليه قتلته لرمزي مع أنه الزلمة كان أعز أصحابك وصيته بالحارة مثل المسك وكل الناس بتقول عنه منيح وآدمي؟ لا سيدي لا منيح ولا آدمي، رمزي خسيس غشني وخاني. لو ما ظلمني ما قتلته يا صاحبي. قوم انت قوم شراب شاياتك وروح تيسر على شغلك. أنا منيح. ايوه شراب شاياتك وتيسر على شغلك. يا صباح الخير. هلا 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 بطويل العمر. هلا ايش حالك؟ عسلك زين حيل. سمسم يا سمسم. أمرك سيدي. جيب قهوة تكون مزيونة. حاضر. إيه طويل العمر وش حال محجوب؟ عسلنه زين حيل. تحسن جرحه كطيمونة؟ لا الحمد لله منيح. امبارح رجعنا على البيت وتركنا عنده واحد من شباب الحارة مشان يخدمه ويدير باله عليه. زين. يا سيدي قل لي لشوف شو رح تعمل بقضية محجوب؟ يعني رح تكتب ضبط ولا تغض نظر؟ والله يا اخوك شكري بلمس اعترف انه هو اللي ضرب الفشك على محجوب. شو؟ واعترف من وين جاب السلاح؟ والله يا اخوك فتشنا دارهم وما لقينا شيء، بس التحقيق مستمر، وان كان اعترف وين مغبي السلاح وكاد وكاد نفتح ضبط بالحادثه، ووقتها ما اقدر افيده بشيء، امر الله وصار. بس انا شايف شيء ثاني. اخوت هدول
جيب شوية أغراض للبيت وخلينا نلف الموضوع مشان محجوب ومشان هذا الواطي شكري. واني من رأيك زاد، بس المصيبة من إيه؟ المصيبة عند هذا بواق الدجاج الحصيني أبو منشار ما يتأمل. القصة قصة كبيرة كبيرة بحيل، شروع بل شتل، ما هي عضة شلد. شو ويلو أبو منشار؟ ماني شايفوه. إي بالله ما وين، يمكن أقدر أدبر الموضوع، أخله شكري يومين ثلاث عندي هين، منه أربي ومنه أقدر أتفاهم مع هذا الحصين يا أبو منشار. يعني بفهم من كلامك أنه راح تلفلي في الموضوع؟ والله يا طويل العمر، إن ما اعترف شكري وين مغبي السلاح بإذن الله معلومة. أنت أدها ودود يا أبو مشعل. يلا حلا ما نفتح. السلام عليكم. إيه والعود والمعبود، ما تروح إلا تشرب القهوة. خليها مرة ثانية. وكنه بتقول لي مرة ثانية. الله وياك، الله وياك يا طويل العمر. الله يشبحك، الله يشبحك يا سمسم. الزلمة بكل نوبة ينطينا هالمصيريات وانت القهوة ما ت... ايه عوذة عوذة. سمسم! اسمعني منيح شو بدي اقول لك. بالنسبه لحوت وزريعه رحنا وما لقينا شيء، واذا سالك لويس باشي مين اللي قوص على محجوب بتقول له انه مو انت اللي قوصت واعترفت تحت الضرب. مفهوم شو عم بحكي؟ ايوه. ايه شو علي؟ مثل ما بدك بصير ابو منشار. وانا بكره الصباح بحاول طالعك من هون. الصباح مين غير الاحوال؟ شو على ابو منشار هاد؟ اقلط جاي. السلام عليكم أبو منشار، شحالك؟ عسنك زين حيل. الحمد لله. جاي بوقت غير وقتك، عسى ما أبو شر. جاي أطمن عليك، عيب ولا حرام؟ آه تتطمن عليك العافية. قل لي يا أخوك شكري علم على مكان السلاح؟ والله لحد هلأ ما قر، بس بوعدك معه رح يقر. اللي يا ابو مشعل فتح الضبط بالحادثه ولا لسه؟ لا ما فتحنا، ويمكن ما نفتح ضبط. ما نريد نشيل خطيه العجي ويرد مره ثانيه على حبس القلعه. اه مزبوط معك حق، والله انا هيك عم اقول كمان. حرام ابو منشار ما يريد يتبهدل العجي، والله شغله عجايب الزمان. اخاف تريد تتغدى بي بالداخليه. لا يا ابو مشعل، هيك ظنك فيه؟ أنا أغدر فيك؟ وحياتك يا ابو مشعل، يلي بدك يا بصير. بدك تفتح ضبط؟ منفتح ضبط. ما بدك تفتح ضبط؟ ما منفتح ضبط. بعدين لحتى تعرف إنه أنا بحلب صافي، وأنا مو قاتل حالي على الكرسي تبعك يا ابو مشعل. شنو أنا بشغلي وأنت بشغلك. إي زين، إن شاء الله تكون النوايا صاغ سليمة. لاني بعون الله انا ما اوقعوا حيدي ابد. ابو مشعل ما بصير الا اللي بدك اياه. سلام. الله وياك، مع اني ماني مصدقك بس لزوم انطيك فرصه. زباشي ابو مشعل رح يلفلف الموضوع مشان محجوب، وشكري لساته عنده، بس زايلك مختار شكري اكل اكل مرتبي. ابو منشار عسان عليه منيح. بده اياها، وانا متاكد انه هو ورا العمله. ومثل ما قلت، اللي قاطع ايدنا ورجلنا محجوب، واذا جماعه الكراكون لفلفوها بيكونوا قدموا خدمه كبيره. مختار انت سيد العارفين، ما في شيء ببلاش. ايه صحيح، وابو رمزي هلا بيكون قاعد عم يعمل حساباته
هي اليوم ما فتح دكانته. أبو رمزي ما بيعرف يربي، لكن أنا أمشي متحت شربني وين تنصرف هي مختار وين؟ معك حق، خلينا هلا نروح نشق على محجوب. تفضل. الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قومي يا رباح، حضري لي بالسفرطاس طبخة صغيرة، بدي آخذهم لشكلي. بكون من امبارح بلا أكل. هلا وشوي نزل الطبخة من على النار، بيسكب لك إياها بالسفرطاس تاخذ له إياها. والله ما بعرف شو بدي. يا عبيد، ايمت بده يطلع شكلي من الكراكون؟ بركي بكره بحاول طعمه. ليش بكره؟ ليش مو اليوم؟ ما بتقدر تجيبه معك؟ لك شو بكي؟ شايفتيني رئيس داخلية لأجيبه معي؟ اسمعوا هلا الحكي. يا خوفي يا صوفي، شنو هذا أبو منشار؟ مع كلام رباط، قال يومين ثلاثة ويمكن يصيروا أسبوعين ثلاثة. الله لا يقديه، الله يوفقك. حاول معهم دبرهم معرفتك. يا عبيد الله يوفقك، حاول نطلع شكري بأسرع وقت، بيضله ابنك، ما فينا نتركه أكثر من هيك بهالقعدة المبهدلة. أنا السبب، بس أنا السبب، كان لازم رصه وحطه تحت إبطي مثل كل هالرجال ما بيعملوا مع أولادهم. يا حيف، كلامي ما عاد ينسمع، بس من اليوم ورايح انا بعرف دبره. هلا اليوزباشي راح يحاول ما يفتح ضبط بالقصة من شانك، وشكري جساته بالكراكور وعم يتحقق معه. المهم يا ابني انت تفكر بحالك ولا تهتم بشي. مختار، شكري وانا كل شي صار معي، بس انا ما راح اشتكي عليه، انا راح اتركه لالله. لا اله الا الله. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.